السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير والسرور متابعينا الغالين، ويا هلا ومسهلا بالمشتركين والزوار الجدد. اليوم عندنا تحديث أسعار عروض المعرض وليد، عروض جديدة بمناسبة شهر رمضان الكريم. تم التصوير باثنين رمضان 1438، راح ننزلها لكم على شكل أجزاء. الجزء الأول اللي هو على الوايت إديشن الفي إكس إس وعلى الجيكسارات الزحف وبدون زحف، كان سعره 110,000 والحين عرض سعره 104,000 الدفعة الأخيرة من 2016. الحين بشوف داخل من جوا، طبعا وينش الموتر، وقلنا لكم الزيك الأبيض ووريكم الداخلية. التخشيبة لونها أحمر والمراتب مخمل، معليش على صوت الكاميرا، المراتب مخمل بس ما أدري واضحة لكم ولا لا. هذه اللي نزلت ب 2017 وبالدفعة الأخيرة من 2016، شكلها غير يختلف. وسيدي الموتر، هذا غرض الموتر، طبعا مواصلات الموتر مثل المعروفة ما غيرها. وخر شوي، هذا سبير وغراض الموتر، المرتبة عرض مو بالطول. 2016 الدفعة الأخيرة. رباق واحد طبعا. هذا برادو ستاندر سياحي، غير عادي، 4 سلندر، سبير علاق، في حساسات خفيه، ما في حساسات قدام، المقابض لونها اسود، المرايه لونها اسود، كفر سخيف، دواسه فيبر. 2017 سعره 118,000. الشبك لونه اسود، في كشافات ضباب. أربع سلندر يمشيك اللتر 10 كيلو، 500 متر. هذا شكل الموتر مع الجنب. في مكيف طبعا مركزي، وهذه الدرائج اللي تحكم بالدرائج. هذا شكل الموتر من جوا، كرسي مخمل مخمل، وعندك هنا هذا شكل حساسات خلفية، وهذا تحكم بذات الطبلون، تحكم بالمرايا، هذا الطبلون في حساس ضغط هواء كفرات، رباقات أمامية سيدي، هذا مفتاح طبعا، وزر فاصل مع الانزلاق. هذا التحكم بالمكيف مو مستقل طبعا، هذا الدرج حق التخزين دبل، غير عادي، مخرج حق ولاعة، هذا الكواب، درج تخزين مو ثلاجة، وهذه الإنارة حق السقف. السعر بكم؟ 118، ها؟ طبعا مكيف مركزي، هنا التحكم بالمكيف،
وفيه فتحات حقت مكيف فوق، وعندك تكاية بالنص. هذه المراتب من جوا خلفية الصف الثالث. سبير علاق. هنا العدة حقت الموتر. مراتب الصف الثالث. طريقة صفته هذه مصفوطة. في مخرج هنا حق ولاعه. وهنا دراج تخزين. وهذا هذا الكريتي. ثلاث مراتب طبعا، ثلاث صفوف مراتب. برادو ستاندر 2017. في جناح خلفي. تي اكس. سعره 118. خليجي ها؟ حلو. خلاص خليك فيه. وسلامتكم. لا تنسون الاشتراك واللايك. في امان الله وبحفظه الكريم.